للوقوف على تطورات المشهد في القدس والجهود العربية لوقف الانتهاكات الصهيونية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان سفير الأردن السابق في فلسطين الأستاذ زياد المجالي. أستاذ زياد، لا تزال انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين والمقدسات مستمرة، برأيك لماذا هذا التصعيد لا سيما في شهر رمضان من كل عام؟ أسعد الله مساءكم ومشاهديكم. حقيقة هي يعني استمرار لما حصل عام 2000 عندما اجتاح المسجد الأقصى رئيس الوزراء السابق شارون، وللأسف الوتيرة متزايدة بانتهاك مكان مقدس لدى المسلمين في الآونة الأخيرة. وهذا طبعا شهر رمضان المبارك، نجد أن هذه التركيبة الحكومية أصبحت بالعكس يعني تدعم المستوطنين الذين يدخلون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. وهذا التطور حقيقة ليس فقط يؤدي إلى التوتر، وإنما يبعد الجهود الهادفة إلى إعادة عملية سلام مجدية لتصبح حقيقة. للأسف الحكومة الحالية في إسرائيل أنا أصفها بأنها حكومة يمينية بغض النظر عن تكوينتها المشتركة، ولكن رئيس الوزراء هو معروف أنه يميني متطرف، واعتمد على أصوات المستوطنين، ولهذه النتيجة أيضا ممكن أنه في المستقبل القريب أيضا تتضاعف الأمور أكثر وأكثر. الكل يريد التهدئة، ولكن للأسف لا يقوم الجانب الإسرائيلي الحاكم بمسؤولياته ومسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال أن يحافظ على الوضع القائم التاريخي الموجود في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا. اليوم أستاذ زياد اجتمعت الانتهاكات مستمرة. اليوم اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الصهيونية في القدس. ما هي هذه الإجراءات المتاحة ربما أمام اللجنة ومن ثم الجامعة العربية لوقف الانتهاكات الصهيونية؟ سيدي يعني أنا أعلم أن رد فعل الشارع أنه لا يريد فقط أن يستمع إلى إدانات وإلى كلام، ولكن حقيقة الاجتماع كان على جانب كبير من الأهمية من ناحية، ومن ناحية ثانية القرارات هنالك جزء منها عملية تعلق به مثلا كل مجالس السفراء العرب في عواصم العالم بما فيها مكاتب الجامعة العربية سيقوموا مباشرة بالاتصال بالمسؤولين في الدول المعتمدين لديها لتعرية الموقف الإسرائيلي والإجراءات التي يقومون بها في القدس. وأيضا الجانب العملي الآخر طبعا مع المجموعة العربية، هنالك الإمارات العربية التي هي عضو في مجلس الأمن حاليا أيضا لنقل الموضوع إلى مجلس الأمن. وأهم من ذلك يعني لنقل ونكون واقعيين، هنالك عواصم للقرار العالمي تواصلنا معها على عدة مستويات، والأردن حتى قبل الاجتماع كان هنالك تواصل. ونخص بالذكر يعني الجانب الأمريكي يجب أن يقوم بمسؤولياته، الموضوع بالتحدث مع الجانب العربي ليس هو المقصود، ولكن يجب أن يكون هنالك توجه للحديث مع الجانب الإسرائيلي للالتزام بقواعد القانون الدولي والتزامهم كقوة قائمة بالاحتلال. طيب، هنالك قواعد في القانون الدولي تلزمهم به بشيء معين. الأردن بما للأردن من ولاية إن صح التعبير على المقدسات، هذه الولاية أقرتها قرارات مجلس الأمن، لها دور محوري في هذه الأزمة بلا شك. هل من آليات للتنسيق أستاذ زياد بين الأردن والسلطة الفلسطينية للوقوف على حلول ممكنة للأزمة؟ عزيزي، التنسيق ما بيننا وما بين الجانب الفلسطيني هو مطلق ودائم، لكن الموضوع ليس هنا، الموضوع أننا أيضا لم نقفل نوافذ التواصل مع الجانب الإسرائيلي لإعادة تذكيرهم بالتزاماتهم بموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أيضا، لأنهم ملتزمون بالوضعية القائمة في القدس وبالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس المسيحية والإسلامية، وهذا التزام من قبل قيادتنا الهاشمية لا تتخلى عنه، وطالما تحدثت فيه مع
مع جميع الأطراف بما في الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي الآن ينتهك قاعدة أو لنقل مادة من مواد معاهدة السلام الأردني، ونحن نحذر من ردود الفعل على ذلك. والأهم عزيزي في هذا الموضوع والذي نوصله دائما، أننا لا نريد بهذا الخلاف السياسي التاريخي أن يتحول إلى خلاف دين، لأن معنى ذلك توتر هائل وعواقب لا يحمد عقباها في المنطقة تؤثر على السلم ليس إقليميا وربما دوليا. نعم أستاذ زياد، اليوم يعني وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي للجنة العربية تحدث عن وقف التصعيد. نتساءل هنا دلالات هذا الحديث، هل من تنسيق ربما بين غزة أو تنسيق بين حكومة الاحتلال من ناحية والمقاومة في غزة من ناحية أخرى؟ لنقل أن جميع الأطراف لا تريد التصعيد، ولكن الاستفزازات هي من الجانب الإسرائيلي، فلذلك الرسالة الموجهة بعد توافق الكل أننا لا نريد التصعيد حفاظا على دم الناس وحفاظا على الحقوق والواقع التاريخي في القدس، الرسالة موجهة إلى الجانب الإسرائيلي. إذا كان الجميع من واشنطن إلى عواصمنا العربية والإسلامية لا نريد التوتر، لأن الجميع يبذل جهود من أجل إعادة عملية السلام إلى مسار صحيح حتى تحقق غاياتها بنشوء الدولة الفلسطينية. إذا كانت هذا الجهود كلياتها تواجه استفزازات من ناخبين للحكومة الإسرائيلية نصفهم بأنهم يمين متطرف، فإذا كانت ترضخ إسرائيل الحكومة الإسرائيلية لهؤلاء الناخبين فهي تسمم كل أجواء السلام في المنطقة وتؤدي إلى خدش كبير في السلم والأمن في المنطقة. فالآن هذا التوجه من جانبنا حقيقة أن نسمع الصوت لأصحاب القرار في العالم أن هنالك مخاوف من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية عواقبها وخيمة في المنطقة، لأن التوقيت دقيق والتوقيت مهم وحساس بالنسبة للناس. أخيرا أستاذ زياد، يعني وزير الخارجية أيضا تحدث عن أن القدس خط أحمر، ما المتاح لدى الأردن لوقف الانتهاكات المتكررة ضد القدس والأقصى؟ سيدي هنالك قواعد قانون دولي يجب أن يكون هنالك احترام لها. نحن دولة معتدلة، علاقتنا مع العالم كلها علاقة جيدة، نحن محبين للسلام في الأردن، ولكن لا نتنازل عندما قال وزير الخارجية وقبله جلالة الملك كان يقول القدس خط أحمر بالنسبة لنا، وهذا خط أحمر أصلا بالنسبة لكل العالم الإسلامي. فإذا كانت إسرائيل تريد أن تتجاوزه فلتتحمل تبعات ذلك، وتبعات ذلك ستكون على الأرض. نحن نتذكر السنة الماضية ماذا حصل، يعني حتى عرب 48 عرب إسرائيل كان تحركهم شديد، ويمكن أن تؤدي إلى موجة كبيرة من التصعيد على الأرض لا يريد أي طرف من الأطراف، خاصة نحن لا نريد في حقيقة الأمر ليس فقط للحفاظ على أرواح الناس، وإنما لأنه لا زال لدينا أمل ولا نفقد الأمل في أن المجتمع الدولي يجب أن يقنع الجانب الإسرائيلي بأن عليهم أن يقدموا مستلزمات السلام في المنطقة. من عمان سفير الأردن السابق في فلسطين الأستاذ زياد المجالي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.